طيب نفتح كده نشوف احنا كنا واقفين فين ولنا ناقصنا. احنا كنا في اللوجن ما كملناهاش، ليدر ويب سايت اقول له اوبن، كنا في اللوجن ما كملناهاش، هنشوف احنا وقفنا فيها فين ونبدا نكمل من بعدين. طيب فتحنا اهو، تعالى نوصل نشوف اللوجن بتاعتنا، مش دي طبعا اللوجن اللي هي ASCX. كنا المفروض نعمل فولدرات ونرتب المواضيع بتاعتنا شويه، يعني مثلا الحاجات اللي هي الويب يوزر كنترول تبقى فولدر، الحاجات بتاعت الشغل تبقى فولدر، بحيث ان الدنيا ما ايه؟ اه بلاش عشان ما تبقاش الدنيا هيصه قوي معاك. يعني افتح اللوجن كده تحت زرار اللوجن، كله توصلنا عليه ان احنا عملنا ممبر ام بتساوي نيو ممبر ام دوت لوجن يا ممبر لوجن، قال لي اديني يوزر نيم، بعت له يوزر نيم وبعت له الايه؟ الباسورد. ام دوت لوجن دي بترجع لي يا اما ترو اليوزر موجود يا اما فولس اليوزر مش ايه؟ مش موجود. ترو لو اليوزر موجود قول لي اليوزر اوكي، إلس يبقى اليوزر مش موجود قول لي اليوزر نيم او الباسورد انكوريكت غلط. اللعبه مش هنا طبعا، الكلام ده طبعا كلام بسيط جدا ما فيهوش اي مشكله. اللعبه فين؟ ام دوت ايه؟ ام دوت لوجن. فاروح ام ده اللي هو ممبر، يبقى اروح على الكلاس بتاع الممبر عندي اللي هو جوه اب اندر سكور كود، ادي الممبر، واقوم رايح على لوجن ويرك يا لوجن، ادي اللوجن اهي، ادي الايه؟ اللوجن. كل الفكره في اللوجن ان انا بكون الجمله بقول له سيلكت اللي هتجيب ده سيلكت اسريسك فروم ممبر ورن اليوزر نيم كذا على حسب الجمله هتتبعت، اند اللي يكون الباسورد يكون كذا على حسب الباسورد اللي اتبعت. طيب عايز اقول له بقى اجيب اليوزر نيم منين والباسورد منين؟ طول اليوزر نيم هيجي من المتغير اللي اسمه يوزر، والباسورد هيجي من المتغير اللي اسمه ايه؟ باس. اللي هم فين دول؟ اللي هم دول، مش انا قلت لوجن وبعت لهم من التكست بوكس اليوزر نيم وبعت لهم التكست بوكس الباسورد، يبقى هيسقط التكست بوكس بتاع اليوزر نيم هنا ويسقط الباسورد بتاع الباسورد هنا، يجوا هنا جوه المتغير اسمه يوزر ومتغير اسمه باس، ويقوم جاي جوه الداتابيز يدور على كل الاعضاء اللي موجوده عندك، بس بشرط يكون اليوزر نيم نفس اليوزر نيم ده والباسورد نفس الباسورد ده. يوم ما هيجي من داتابيز بيانات هيبقى سجل واحد. ليه؟ لان انا ببحث باليوزر نيم، اليوزر نيم ده برايمري كي، والبرايمري كي احنا قلنا ما بيتكررش، اللي اسمه حمص هو ما فيش غيره في الداتابيز كلها اللي اسمه حمص، ما ينفعش يتكرر. خلاص كده؟ يبقى انا ببحث باليوزر نيم، يبقى انا متاكد ان هيجي كام سجل؟ سجل واحد، يا اما ما يجيش. ابحث عن سعيد 312 يقول لي مش موجود. صح كده؟ يا اما يبقى يجي يا اما ايه؟ يا اما ما يجيش، يبقى انا متاكد لا يجي سجل واحد يا اما ما يجيش. فبقول له ايه؟ دي بي، ايوه ده الكلاس بتاعنا اللي احنا ظبطينه فيه شغل الداتابيس، بقول له دي بي دوت ران كويري، شغل لي كويري. قال له كويري؟ قلت له الكويري ده. قلت له الكويري ايه؟ الكويري ده. قال لي ماشي. قلت له قال لي الحته دي كده على بعضها ترجع لك داتا تيبل، يعني ترجع لك داتا تيبل، ترجع لك جدول بيانات، ما هي اول ما ترن الجمله الجمله بترجع ايه؟ جدول من الداتابيس. ازاي ما تشغلش بالك دلوقتي؟ مش قضيتنا. ازاي احنا مش هنشغل بالنا خالص ولا دي قضيتنا اساسا؟ المهم الوقت، لان احنا عملنا الكلام ده قبل كده وشرحناه بالتفصيل. دايما ميزه الاوبجكت اورينتد انت دلوقتي ما بتشغلش بالك بكل الموضوع على بعض. انا هنا بقول له يا داتابيز رن الكويري، يا داتابيز شغال الجمله دي. داتابيز شغال الايه؟ شغال الجمله دي. قال لي فين هي الجمله؟ قلت له ليه الكويري؟ ليه دي؟ اللي هي سيلكت اسريسك فروم ممبر وين يوزر نيم كذا اند الباسورد كذا. هيشغلها، لما يشغل اي جمله سيكت بيرجع لي جدول. بيرجع لي ايه؟ جدول. الجدول دوت بيبقى جواه صفوف. بيبقى جواه ايه؟ سجلات. بيبقى جواه ايه؟ معايا سيد ولا لا؟ جواه سجلات. اقول دوت روز دوت كاونت، كاونت يعني عد السجلات اللي جوه الجدول. اللي جوه مين؟ فهيعد السجلات، احنا متاكدين يا اما يجيب سجل يا اما ما ايه؟ ما يجيب. ليه؟ لان انا ببحث بالبرايمري كي، طالما ببحث بالبرايمري كي يبقى لازم يجيب يا سجل يا ما يجيبش. طالما ببحث بالبرايمري كي، لان البرايمري كي ما ينفعش يتكرر، طالما ببحث بايه؟ بي واحد ما ينفعش يتكرر نهائي، يبقى هو واحد بس. فقلت له خلاص لو كان العدد بيساوي واحد، عندنا اثنين بيساوي، لو كان بيساوي واحد معناها ان رجع بيانات، معناها ان رجع ايه؟ هقول له ريتيرن ترو. يعني ايه ترو؟ يعني اي حد بينادى على كلمه لوجن هيستقبلها ترو. إلس يبقى مش بيساوي واحد بقى، يبقى اكيد بيساوي ايه؟ صفر، يبقى ريتيرن فولس. على اساس كده احنا جينا هنا في الكود بتاعنا بقى في الصفحه، في الصفحه بقى تحت الزرار، قلنا اف ان ام دوت لوجن، لان احنا عارفين ان ام دوت لوجن لو رجعت ترو هقول له خلاص يبقى اوكي. إلس هقول له اليوزر نيم والباسورد ايه؟ غلط.
دي كانت اللوجن بسيطه جدا جدا حتى الان خلاص، لكن مش هي دي بس اللوجن، مش هي دي بس الايه اللوجن خلاص. واحنا وصلنا توصلنا ان احنا او شغلنا اللوجن بيج. المهم رنت، هنحاول نظبط شكلها شويه، بس دلوقتي لما بدخل اي يوزر مش موجود وباسورد مش موجود، بقى ان حد يفكرني الباسورد نعمله مخفي، ما ينفعش يظهر كده. وقلت لوجن يحمل، الله من غير اي حاجه خالص، ولا بيروح ولا بيعمل ريفريش ولا كلام من ده، بيلود، بيحاول يروح الداتابيز دلوقتي طبعا عشان اول مره يعني. قال لي سيستم دوت فورمز دوت بيت دوت ريكويست دوت مش عارف ايه 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 ايه، طلع ايرور. تويتر شكرا يا اخويا، طلع ايرور بسبب الايجكس، في حاجه مش مظبوطه. طبعا ده اكيد طبعا بسبب مين؟ بسبب البراوزر التعبان بتاع مايكروسوفت ده. خلاص؟ لا والله مش عارف، انا هيجننوني. اكس اكس، وهنا اكس اكس، سلوجن عادي جدا مش اي مشكله. خلاص المهم ما ننساش ان احنا عايزين في اللوجن بتاعتنا بتاعت اللي هي دبليو يو سي، محتاجين التكست بوكس التاني ده يكون ايه البروبرتيز بتاعته، التكست مود نخليها ايه باسورد. خلاص مش مظبوطه قوي، ممكن نعمل اللي فوق دي نعملها كليك يمين واقول له موديفاي واقول له سبليت، سبليتها يعني اقطعها، سبليتها يعني ايه اقطعها، اقول له قطعها لي اثنين كولومز كده عمودين، وقال اوكي بقت عمودين كده حلو كده، وقام جاي يعمل ايه؟ لا معلش ودمي، واقطع دي كمان عمودين، سبليتها على اثنين ماشي كده، وقام جاي كده قام واخد دي الرزاله دي عايز اثنين تحت بعض دول ايوه كده، واعمل لهم كده كليك يمين واقول لهم موديفاي ميرج سيلز ايوه كده كده بقى اقدر اجي نوتهم ارجع الاثنين دول ادمجهم تاني عادي، المهم عملت اللي في بالي. خلاص كده اهو والعب بره لسه اهو، معقولة شوية بس تيجي في السنتر تبقى كويسة أوي، تيجي في السنتر تبقى كويسة أوي. ممكن دي طبعا في الصفحة ذات نفسها، لأن ماليش دعوة هنا، الصفحة ذات نفسها اللي بتعرض اللي هي اسمها لوجن دوت اي اس بي اكس. ادي اللوجن على بعضها قطعة واحدة، طبعا عندنا ما بنعرفش نحرك فيها قطعة واحدة، لكن نلعب ممكن في خصائص او في اونلاين، مفيش اونلاين لا يا حبيبي ماشي، مع اني اصلا عامل المحاذاة كلها نوت في السنتر اساسا، هو موجود في السنتر اهو. مش مشكلة لو البانل ابديت بانل دي مش اونلاين، ممكن احطهم كلهم جوه ديفاي واقول لها اونلاين، يعني ممكن اخد الكلام ده كله الجميل ده كله حتى مش عايز يتعدل، ممكن ده كله على بعضيه. ايه بادي دي؟ ايه بادي دي؟ وايه البي بي 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 الهبل اللي تحت ده؟ كل ده اخطاء طبعا، انترات واحنا في الشاشه، طبعا انترات واحنا في الايه؟ مش عندنا بادي، ما ينفعش يكون في بادي اصلا، انا هقلبها ديف ديفال التكست ستايل بتاعها سنتر واقفل سلاش ايه سلاش ديف في الاخر، ديف يعني قطعه، ديف يعني ايه قطعه، اخدهم على ان هم قطعه على بعضيهم، نخش على لوجن هم في السنتر، لكن المشكله في المشكله في اللي هم محطوطين جوه حاجه، يعني هم محطوطين جوه صفحه، صفحه بقى هي اللي موزعاهم من ناحيه ثانيه، يعني هم هنا العيب، المشكله هنا، المشكله هنا في العرض ده، صفحه بقى في العرض هنا، يعني لو رحنا كده مش دي لوجن اهي، مش دي لوجن، مش دي صابر نصتين لوجن، فاكرين ولا مش فاكرين؟ ممكن اجي نوت قبل صابر ومعامل ديفايه هنا، ديفايه يعني قطعه، واقول لها
واقول لها ستايل بتاعك، عامل لك ستايل. قال لي ايه هو؟ قلت له التكست الاين او الاين ماشي، بتساوي ايه؟ سنتر. تساوي ايه؟ سنتر. واجي في الاخر وما في السلاش ايه؟ سلاش ديف. بقى في كده حطيت اللوجن ما بين ديفاي في السنتر. لا طبعا عندك اكيد هتطلع نفس زي ما انا عندي هتهرج. مش مشكله. سو تكست دي ممكن تكون هي اللي مخليه مش عايز يجيب. المفروض دي اصلا يبقى ليها اونلاين، يعني مشكله. ماشي هشوف لها دي تصريفه دلوقتي. لكن احنا كده في الشغل بتاعها اتعمل، الشغل بتاعها اتعمل سليم لغايه دلوقتي. احنا عايزين نكمل اللوجن، عايزين نكمل الايه؟ نكمل اللوجن. يعني كده الوقت لما نيجي ندخل هنا بقت الكلام ايه؟ مخفي خلاص. لو يوزر سليم، حد يقول لي يوزر سليم؟ اندرو باسورد 1 2 3 خش بلوجن. قال لي اليوزر ايه؟ اوكي. بس مش عايزين بقى يوزر اوكي دلوقتي، احنا عايزين بقى نشتغل بقى، عايزين نعمل شغل مختلف. لما اليوزر اوكي، لا مش عايز يوزر اوكي، انا عايز لما يطلع اليوزر نيم صح ايه اللي يحصل؟ مش هحوله على حاجه، انا عايز لما يطلع صح يفتح لي هنا الفيو التاني. عندنا الصفحه بتاعت اليوزر، اليوزرز عندنا في الموقع بتاعنا بيشتروا، هم بيقدروا يخشوا يدوروا في كل حته عادي وكل حاجه. لكن الفكره كلها ان هو بس لما بيجي يشتري لازم يكون داخل بلوجن بس، فمش اجباري عليه انه يكون عامل لوجن، مش اجباري عليه يكون عامل لوجن. لما بيعمل لوجن، لما بيعمل لوجن هنا المفروض الشاشه دي تروح ويطلع له الشاشه ثانيه يقول له فيها ويلكم باك فلان، ويلكم باك ايه؟ فلاني. ويقول له لو انت عايز تعمل ان سبسكرايب دوس هنا، عايز تلغي نفسك يعني، عايز تعمل بروفايل يعني تعديل بياناتك، عدل بياناتك من هنا، عايز مثلا عايز مثلا تشينج الباسورد بتاعك دوس هنا، عايز مش عارف ايه دوس هنا كده خلاص. والخدمات اللي بره هي هيها، الخدمات اللي بره هي ايه؟ هي هي. فانا هعمل شاشه ثانيه شبه دي بالظبط في فيو ثاني، في منظر ثاني، في مشهد ايه؟ مشهد ثاني. واقوم جاي هنا عامل بيست خلاص. لوجن ممبر طبعا الصوره دي مش تبقى صالحه دلوقتي، عايزين صوره مختلفه. اروح هنا على السوليوشن اكسبلورر جوه الايمجز، وعامل كليك كمان وعامل له ايه؟ بيست للصوره اللي انا عايزها، اسمها انلوك. واجي هنا ومغير الصوره دي، خليها تفتح صوره اسمها ايه؟ انلوك. اوكي مثلا. بس مش طلع لي بقول له اليوزر نيم والباسورد والكلام اللذيذ ده، خلاص بقى ده انتهى صح؟ الفاليديشن ده خلاص انتهى، ولا ريمبر مي ولا الكلام ده كله صح؟ ولا رسائل ولا لوجن ولا الكلام ده. يبقى في منظر مشهد مختلف. ايه هو؟ انا عايز اقول له ويلكم باك فلان، ويلكم باك واسمه، ويلكم باك وايه؟ واسمه. فانا ممكن هنا انزل ليبل خلاص، اخلي الفونت بتاعه بولد ماشي، محدش بيرد يبقى ماشي، واسميه ال بي ال ويلكم عشان عندنا ال بي ال مسج عندنا فوق اهو، ده سميه ال بي ال ويلكم اللي هو بقول له ويلكم باك فلاني ماشي، ومرجوهم التلاته مع بعض دمجتهم، وهعمل له شويه لينكات هنا لبعض الخدمات اللي هي ما تنفعش غير لواحد عمل لوجن، اللي هي ما تنفعش غير لواحد عمل ايه؟ يعني مثلا خدمه الغي اشتراكك، الغي اشتراكك من الموقع. هل ينفع واحد يعرف يلغي اشتراكه وما عملش لوجن؟ لازم يخش بلوزر نيم وبس بتوعه الاول عشان اعرف هو مين، وبعد كده ابقى الغي له اشتراك. ايدي بروفايل تعديل بياناته، عايز يعدل بيانات الملف الشخصي، تعديل بيانات الملف الشخصي ما ينفعش غير لما يكون واحد انا عارف هو مين، يوزر نيم وبس الى اخره. فاحط تشينج باسورد، ما ينفعش تشينج باسورد غير لما ايه؟
والى اخره. فانا هون جاي هنا لل من ال مش عارف من اللي فين ال فين ال نزل الاول انا انزل لينك. في عندنا كذا شكل لينك، في لينك باتن اللي في هايبر لينك وفي لينك باتن، في هايبر لينك وفي لينك باتن. الهايبر لينك بقى لينك عادي، لكن اللينك باتن بقى لينك عاديه بس تتبرمج اكنها زرار. دي الميزه اللي فيها، تتبرمج اكنها ايه، اكنها زرار خلاص. فانا محتاج لينكات عاديه جدا ما فيهاش في اي شغل. والله احنا ممكن يعني هنلاقي في واحده هتيجي اجباري تكون لينك باتن، ما تقلقش في واحده لازم تكون لينك باتن عشان نبرمج فيها. هنشوف اللي بتاعت لوج اوت، خروج، خروج دي لازم تكون، لازم يكون، لازم تكون بقى فيها كود يعني مش مجرد لينك. رحت على لينك هنا منزل هايبر لينك، قلب اسماء ايدي له اسمها تشينج باسورد، قال لي ماشي. النافيجيت يو ار ال هي اهم حاجه، النافيجيت يو ار ال هي اهم ايه اللي هي الباس بقى بتاع الصفحه اللي تتفتح. قلت له في صفحه يبقى اسمها تشينج باس دوت اس بي اكس، ربنا يسهل ونبقى نعملها خلاص. الصفحه دي هي دي بس اللي خلاص، يبقى ده العنوان بتاعها اللي هيظهر، دي الكلمه تظهر ودي اسم الصفحه. في مشكله؟ محدش بيرد، يبقى مفيش مشكله خلاص. نزل لي كمان هايبر لينك مثلا لمين؟ ايديت بروفايل خلاص. قال الصفحه يبقى اسمها ايه؟ شوف نافيجيت يو ار ال يبقى اسمها ايديت بروفايل دوت اس بي اكس. عارفين الناس دي عشان كل الارقام بتاعتها لو ما تسعوش حتى مش هتقدم. هدي الايديت بروفايل، بعد الايديت بروفايل ايه؟ انسبسكرايب مثلا، يعني الغي اشتراك، انسبسكرايب، واقول دي صفحه اسمها، الصفحه هتتعمل اسمها ديليت يوزر دوت اي اس بي اكس خلاص. ايه تاني؟ لوج اوت. لوج اوت دي هنبرمجها، دي ليها شغل، دي يخرج، دي مش مجرد هيروح على صفحه، تخرج دي ليها قصه هنبقى نحكيها، لازم تتبرمج. فهنعملها لينك باتن، هنعملها لينك ايه؟ ازاي بره وهو ما هو لسه ما دخلش؟ ممكن اعملها لينك باتن بس تبقى فيزابل، تبقى مخفيه طالما ان هو عايش لوجي. لازم يكبر صح كده؟ ما ينفعش تظهر كده وهو لسه ما دخلش لوجن اصلا. اقول له هنا ليه؟ لوج اوت، لوج اوت. والله بتوع الجامعه عملت لهم كده، قالوا لي طب ما ينفعش تخليها جوه؟ قلت لهم انتوا بقى واحد مش عارف يمسككم منين بصراحه. خلاص سميناها لوج اوت خلاص كده، والزرار هيبقى اسمه لينك باتن، هسميه البن لينك باتن اسمه لوج لوج اوت خلاص كده. حلو. فعايزين بقى لما يبقى اليوزر صح يفتح لي المشهد الثاني ده، صح كده؟ يبقى تحت اللوجن هنا لو كان ما يقوليش بقى يوزر اوكي، لا انا عايز افتح المشهد الثاني. انا عندي مالتي فيو، والمالتي فيو في فيو واحد وفي فيو ايه؟ في فيو اثنين. فاقول له مالتي فيو دوت اكتف فيو اندكس، الفيو اللي انا عايزك تفتحه هو رقمه كام؟ رقم واحد، لان الاولاني هو رقم كام؟ رقم صفر، الاولاني رقم صفر، الثاني رقم واحد، فمعنى انا عايز اقول له الثاني يبقى انا اقول له رقم كام؟ الاولاني ده اهو، ما ده في مالتي فيو، شايفين مالتي فيو؟ جواه دي فيو واحد وادي فيو ايه؟ وادي فيو اثنين، فيو واحد ده ياخد صفر، فيو اثنين ياخد واحد، اللي بعديه ياخد الى اخره، خلاص كده؟ يبقى احنا كده لو جينا جربنا العك ده واحد اثنين ثلاثه وقلت له لوجن، جميل جدا. قال لي لوجن ممبر، قال لي تشينج باسورد، قال لي لينك ايه؟ خلاص؟ قول طبعا اللينك خارج نظام ال الستايل شيت اللي موجود، بدل ما اللينكات ماشي تحتها خط، لونها فاتح شويه، تقف عليها تتحول دي تحط تحتها خط، مش عارف ايه، على حسب النظام اللي موجود في الايه؟ اللي هو زي ده كده. خدت على نفس الشكل الستايل. حلو قوي، وادي ايه؟ مجموعه الايه؟ الحاجات بتاعتنا الجميله دي. جميل قوي. الحقيقه ان احنا برضه لسه ما خلصناش اللوجن. ما بندوس على اللوجن هنا دي كده بقى بيدخلنا على اللوجن تاني، وده غلط. مش دي المشكلة بقى الحقيقية، المشكلة الحقيقية احنا عايزين نقعد فاكرين اليوزر اللي دخل. ايه؟ مين بيتكلم؟ مين اللي بيقول؟ انا عايز اشوف بقى.
شايف انا اي حاجه. ماشي، عايزين نسيب اليوزر ده، عايزين نسيبه. يعني نسيبه؟ نخليه موجود معانا بحيث لما الراجل يروح ويرجع، يروح على الصفحه الرئيسيه يرجع تاني، يعمل مش عارف ايه الكلام اللذيذ ده كله، يخش اقول له انت فلاني انا عارفك خلاص، يعني مش مشكله عندي انا، لا لسه ما زلت فاكرك، لسه ما زلت ايه، ما زلت فاكرك. فهمت الفكره؟ طيب الحقيقه دي مشكله. ليه؟ لان دي صفحات، لان دي ايه، صفحات. فالصفحه بالنسبه لي صفحه، اول لما الصفحه بتاعت اللوجن دي انا دوست على هوم هنا، خلاص صفحه اللوجن دي اتشالت خلاص واتقفلت بكل اليوزر اللي كان داخل فيها والباسورد اللي كان داخل فيها و و و و الكلام ده كله راح، صح. وفي صفحه جديده موجوده، وفي صفحه جديده ايه موجوده. فانا عايز اقول له مثلا هنا في الحته اللي فوق هنا، ويلكم باك فلاني ولوج اوت، حلو. هنا الصفحه الرئيسيه ماشي، عايز اطلع له هنا. راح يقول لي عشان اطلع له هنا يبقى انا لازم اعرف هو مين اليوزر اللي دخل، مين اليوزر اللي ايه دخل، دخل في صفحه ايه، دخل في صفحه لوجن. الله، طب دي صفحه ودي ايه، ودي صفحه. فانا عايز ازاي اعمل حاجه تبقى مشتركه ما بين الصفحات. عايز اعمل حاجه معينه كده، كوبايه كده، خلاص يجي صفحه اللوجن تقوم ضايفه جواها كلام، صفحه الديفولت عايز تقرا منها تقوم بص على الكوبايه دي في اجازه، اه هتطلع منها الكلام. فهمت الفكره؟ فهمت الفكره؟ فعايزين حاجه في النص، يبقى حاجه كده في النص تبقى متسابه ومتشافه. احنا عارفين ان كل الصفحات دي بترن على السيرفر، بترن على مين؟ تشتغل 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 وكده تترمي نتيجها عند مين؟ عند الكلاينت، صح كده؟ ايه الحاجه المشتركه اللي الصفحات كلها تشترك فيها؟ الكلاينت. لو سبت حاجه عند الكلاينت، عند الكلاينت يعني عندك انت في البيت، انت دلوقتي انت كلاينت في حاله ان انت تكتب اتش تي تي بي نقطتين شرطه شرطه، انت كده كلاينت. خلاص؟ عايز اسيب هنا حاجه انا عند الكلاينت بحيث عندك انت في البيت على الجهاز بتاعك انت، الجهاز بتاعك انت في البيت. تيجي صفحه اللوجن تعمل يوزر نيم والباسورد بتاعك، تدوس على لوجن تقوم راميه عندك في البيت ملف مكتوب في اليوزر نيم بتاعك والباسورد بتاعك. خلاص كده؟ تيجي صفحه الديفولت تشتغل تقوم قاريه من عندك هل في يوزر نيم وباسورد؟ لو قالت اليوزر نيم وباسورد تقوم ايه؟ تقوم عارضاهم، ما قالتش يوزر نيم وباسورد يبقى الراجل لسه ما عملش لوجن. فهمنا الفكره اللي عايز اوصلها؟ فهمنا الفكره اصلا انا عايز اوصلها؟ وهتكون مش فاهم الفكره انا عايز اوصلها وتتوقع انك هتفهم الكود. خلاص الفكره بس عموما الفكره. فكرة ان انا عايز دلوقتي ازاي اتنقل البيانات تنتقل معايا من صفحه لصفحه، من صفحه لايه؟ في طرق كتير جدا عندنا في الاي اس بي دوت نت تقدر تتعلم فيها ازاي تتنقل من صفحه لصفحه. في عندنا طرق كتير، يعني نذكر منها كده اللي يجي على بالنا. في عندنا اشهر طريقه الكوكي، في عندنا طريقه اسمها سيشن، ده ويب، ويب بقى ده ويب صرف، كوكي سيشن، في حاجه اسمها كويري سترينج، خش في مثلا ايه تاني، في ابلكيشن، في هيدن، دي معروفه دي هيدن، يعني تعمل حق التكست بوكس كده تعمله فيزبل فولس وتحطه جوه الحاجه، يرجع تاني تقرا منه وتحطه جوه الحاجه وتقرا منه وهو مش متشاف يعني، خلاص ده بس ده ما بين الصفحه والصفحه لوحديها. في فيو ستيت، في فيو ستيت انا بس بلست لك الانواع بحيث حتى لو ما اتطرقتش للانواع كلها يبقى انت عارف ايه النقط اللي ممكن تبحث فيها تاني عشان تشوف بقى الانواع. فهمتني؟ فيو ستيت، في بروفايل، ماشي بس كفايه كده. دول اشهر الانواع اللي ممكن اشيل فيهم بيانات عشان اقدر استدعيهم او استغلهم او فيما بعد استدعيهم من صفحه ثانيه او في نفس الصفحه الى اخره. ممكن في حاجات في نفس الصفحه، في حاجات في اكتر من صفحه. من نوم الكوكي، الكوكي من اكتر من صفحه. السؤال بتاعي، حد ما يعرفش يعني ايه كوكي؟ تعال نشوف مع بعض فكرة الكوكي ايه. عندنا سيرفر، خلاص كده فكرة الكوكي، ده سيرفر. السيرفر ده اللي هو الجهاز اللي محطوط عليه الويب، خلاص؟ وناحية تانية كلاينت، الكلاينت ده اللي هو جهازك أنت اللي أنت داخل بيه على الموقع، جهازك أنت اللي أنت داخل بيه على الإيه؟ على الموقع. فكرة الكوكي ايه؟ قال لك في عندي بيج 1.ASBX، في بيج 2.ASBX، في بيج 3.ASBX. خلاص كده؟
ثلاث صفحات عندك ويب زي لوجن دوت اي اس بي اكس ساين اب دوت اي اس بي اكس، بس احنا بنسميهم بي 1 بي 2 بي 3 ماشي، بيج 1 بيج 2 بيج 3. اجي عند بيج 3 دي لما كاريت الكوكي، اكاريت الكوكي وعباره عن ملف نود باد عادي، عباره عن ملف ايه نود باد عادي، بس لما بيجي يكاريت الكاريت عند مين؟ عندك انت في البيت، مش بيكاريت عند مين؟ عند السيرفر، بيكاريت عندك انت هنا في البيت خلاص كده. فانا اجي عند البيج 3 مثلا اقول له كرييت اكاريت الكوكي، ازاي هتشوف ازاي الكود؟ الكود ما تقلقش منه، هنشوف كمان شويه ازاي بيكاريت الكود. هقول له كرييت الكوكي خلاص كده. طبعا في عمليه اساسيه بتتم لما السيرفر يكلم الكلاينت، دي عمليه اسمها ريسبونس يعني رد. لما الكلاينت يكلم السيرفر ده عمليه معروفه اسمها ايه؟ ريكويست، طلب. ما انت بتيجي تخش على صفحه تكتب الصفحه الفلانيه او تدوس على لينك توديك الصفحه الفلانيه، ده كله انت بتطلب صفحه من السيرفر صح؟ لا، تطلب صفحه من الموقع اللي موجود على مين؟ نصحصح معايا، اللي موجود على مين؟ على السيرفر. فانت بتطلب دي يعني ريكوست، دي بتطلب دي يعني ايه؟ ريكوست خلاص كده. يبقى كده الكلاينت يطلب من السيرفر اسمها ايه؟ ريكوست، اسمها ايه؟ ريكوست. اما لو السيرفر رد وبعت لك الصفحه دي بقى رد يعني ريسبونس، رد يعني ايه؟ ريسبونس. يبقى انا عندي عمليتين اساسيتين، الريكوست والايه؟ والريسبونس. ريسبونس اللي هو السيرفر بيرد عليك بيقول للكلاينت خد الورقه اهي او خد الصفحه اللي انت كنت طالبها اهي. اما الريكوست ان اليوزر او الموقع، انت قاعد على الموقع فبتكتب صفحه معينه او بتدوس على لينك معينه او اي حاجه فبتطلب صفحه ما، تطلب يعني ريكوست، تطلب يعني ايه؟ يبقى من الكلاينت للسيرفر ريكوست، من السيرفر للكلاينت ريسبونس خلاص كده؟ طيب وانا في الريسبونس اكريت الملف، اكريته واحطه جوه البيانات اللي انا عايزها وايا كان شكلها هنشوف ازاي، واقوم راميه هنا. هو عباره عن ايه؟ عن ملف الكوكي ده عباره عن ملف نوت باد عادي، ملف نوت باد ايه؟ عادي بينشئ عند الكلاينت اللي اللي بيكتب الكود السيرفر، لكن بيروح يرد عليه مين؟ الكلاينت. اتحط عند الكلاينت، اتحط عند مين؟ ايوه اتحط عند الكلاينت خلاص. ادي ملف الكوكي اهو، باجي جوه الكوكي ده مثلا وقايل له ايه؟ الكوكي دي بتبقى مكونه، الملف ده بيبقى مكون من حاجتين اساسيتين، كي وفاليو. كي وايه؟ فاليو. بقول مثلا الكي كلمه يوزر، اليوزر ده الكي قيمته كلمه عالي، الباسورد ده الايه؟ ده الكي قيمته 1 2 3 كده. فهمنا الفكره؟ يبقى اي حد يخش او مخزن او عامل متغير اسمه اكنها متغير، اكن الكي ده متغير والفاليو دي قيمته المتغير، اكن كده خلاص. بس تحطه في ملف نوت باد، او حط ملف نوت باد عند الكلاينت وما قايل له اليوزر كذا الباسورد كذا خلاص. حطيتهم جوه الكوكي دول، حطيتهم جوه الايه؟ جوه الكوكي. خد بالك من حاجه، اندكس دول يعني هم مرتبين 0 1 2 3 4 كده يعني. انت انشاتها بيج 3 صح؟ انت بقى في الريكوست بتقرا يا سيرفر، انت بتيجي واحد يطلب منك صفحه وانا في الريكوست اقدر اقرا، اقدر ايه؟ اقدر اقرا. اقرا بقى، بص الميزه بقى، اقرا بقى في بيج 1 اقرا قيمه اللي في الكوكي ايه، او اقرا في بيج 2 قيمه الكوكي ايه، او اقرا في البيج 3 قيمه الكوكي. اه ينفع، كله ينفع يعني، انشئها من صفحه واقدر اقراها في اي ايه؟ في اي صفحه. ودي دي اهم حاجه موجوده فيها، دي اهم حاجه موجوده ايه؟ فيها خلاص. يبقى الكوكي هو عباره عن ملف نوت باد هيتحط عند الكلاينت، هيتحط عند مين؟ عند الكلاينت. احنا بنعمل عمليات اساسيه فيه، اهم حاجتين عندي دلوقتي الكرييت والايه؟ والريد، اكريته ازاي واقراه ازاي؟ وحاجه تانية برضو مهمه عشان اللوج اوت وامسحه ازاي؟ المره لما يخرج لازم امسح ملف الكوكي اللي عنده ده، يا اما الصفحات هتقرا هو مين، وانا المفروض انا خلاص الراجل خرج، المفروض الراجل ايه؟ خرج، فالمفروض الكوكي يبقى اتمسحت صح ولا لا؟ يبقى عندنا ثلاث عمليات اساسيه، ازاي اريد الكوكي، اول حاجه نخليها ازاي كريت الكوكي، اكريتها ازاي، انشئها ازاي، ازاي اريد الكوكي، ازاي امسح ليه؟ امسح ملف الكوكي، ازاي احط ملف عندك شيل شويه قيم عشان اي صفحه تقراها، ازاي اي صفحه اي صفحه تقراها، اخر حاجه ازاي اي صفحه تمسحها صح كده. يبقى التلات عمليات اساسيه للكوكي، التلات عمليات اساسيه لمين؟ للكوكي. فانا هعمل طبعا ليها كود، انا هوفر الكود ده في حاجه. انا هعمل ايه؟ انا بس بالمره اشرح حته صغيره كمان الكوكي عشان اقفل الفكره بتاعتها قبل ما ابدا اوريكم الكلام ده كله ازاي هعمله عملي او هكتبه كود. فاضل حاجه اخيره، الكوكي ده ملف ليه نوعين، او بنقسمه الى نوعين رئيسيين. ايه هما؟ ملف مؤقت وملف محدد بوقت.
في ملف مؤقت وملف محدد بايه؟ بوقت. مؤقت انت فتحت الموقع خلاص، او عامل ملف، الملف ده مش يبقى فيزيكال. يعني ايه مش فيزيكال؟ يعني ما تعرفش تمسكه وتفتحه وكلام من ده، ده عطاير، ده ايه عطاير، تخش في اي صفحه تقراه وكل حاجه تتعامل معاه عادي جدا، عادي جدا. اول لما تقفل البراوزر، مش تقفل الموقع، اول ما تقفل البراوزر بتاعك لو جيت فتحته تاني كل حاجه اتنست، كل حاجه ايه اتنست. وده مهم وده جميل وده مفيد، خلاص كده. اما لو خليته محدد بوقت، قلت له انتهي السنه الجايه خلاص، هيتحط عندك على الجهاز ومش هيترمي ولا يضيع لمده ايه سنه، الا لو انت طبعا حذفت عملته دليت بايديك، غيرت ويندوز. لا انا بتكلم على حاجه طبيعيه، لو الجهاز قاعد ما هو الحاجه دي مش هيتشال، او انت دلت الكوكيز او حاجه من ده. لا انا ما عملتش اي حاجه، هتلاقيه موجود يتمسح لوحده بعد سنه، يتمسح لوحده بعد ايه سنه. لكن لو حد اتدخل خلاص، لكن هو لوحده ما يتمسحش غير بعد سنه. تقفل بقى البراوزر ترجع تاني يقول لك ويلكم باك فلان، تقفل بقى مش عارف ايه ترجع تاني يقول لك ويلكم باك فلان، مش هيسيبك خلاص. تروح تقفل الجهاز، تروح تنام وتتعشى وترجع تاني، هو ويلكم باك فلان، يقعد فاكرك لغايه طالما ان السنه لسه ما عدتش خلاص كده. يبقى الكوكي دي برده في منها اللي هو محدد بوقت، وفي منها اللي هي الايه المؤقته، خلاص كده. حد بيرد عليا يبقى خلاص كده. مش عارف انا بشرح نفسي عشان انسى ولا حاجه ولا ايه، ما تقولوا يعني اي نفسك مريض اي حاجه خلاص. طيب دي فكره الكوكي عموما، عايزين نبدا نطبقها. ايه ده؟ هنشوف بقى، هنشوف. انت فهمت فكرتها دي؟ في كده وفي كده، نستخدمه امتى هنعرف بقى، هنعرف دلوقتي نستخدمه امتى خلاص. لكن المهم هعمل ايه؟ ادي اخش على سوليوشن اكسبلورر. طبعا كلمه ان انا اريد اقرا من الكوكي او اكتب كوكي او طبعا دلوقتي هنجربها في اللوجن، هنسيب اليوزر نيم وباسورد. بس كل مره هنسيب اليوزر نيم وباسورد؟ لا طبعا. ممكن يكون عندنا كوكي مثلا بتسيب الراجل ده بيبحث بكلمات ايه؟ ليه؟ اقول لك يمكن يا اخي بعد كده اما اجي يخش على الموقع بتاعي هو بيبحث دايما عن مثلا عن الكاميرات مثلا، هو بيحب الكاميرات، يبقى انا اول ما يخش على الصفحه الرئيسيه اطلع له الكاميرات على طول. طالما انا بقيت عارف ان هو بحث بكلمه كاميرا قبل كده، بحث بكلمه سوني قبل كده، بحث بكلمه، ممكن في ملف كوكا سايب الكلمات اللي هو بيبحث بها دي، بحيث لما يجي يخش بعد كده ما يقول له والله بص خد الحاجات بتاعتك اللي بتطلع انت دايما تبحث بيها. فهمت الفكره؟ فممكن تكون في عندي مش بس كوكي بتاعت اليوزر نيم والباسورد، يعني مش لازم يكون الكوكي بتاعت اليوزر نيم والايه؟ ممكن تكون كوكيز مختلفه او باشكال مختلفه، خلاص كده؟ فانا هعمل كلاس لوحدي خالص في ثلاثه ميثود، واحده بتريد الكوكي، واحده بتكريت الكوكي، وواحده بتمسح الكوكي، ايا بقى كانت اي كوكي بقى، ايا كانت هي مين، عشان ما اقعدش اعيد نفس الكود تاني في كل ايه في كل حته، مش معقول يعني. هعمل كلاس لذيذ جدا مهم، هعمل كليك يمين واقول له اد نيو. فين كلاس؟ كلاس قال لي هسميه ايه؟ قلت له هسميه اسميه يوتيليتي. يوتيليتي يعني ايه؟ منافع عامه. يعني ايه منافع عامه؟ حاجات كده بنستخدمها كتير كده، حاجات بنستخدمها كتير، مش هحط فيها كوكي بس، لو مثلا ايه؟ السند ايميل. يعني حاجات كده ايه مشهوره كده، فاهمني؟ اقوم عاملها، اقوم عامل كلاس اسمه سند ميل، اقوم حاطه جوه دي. طبعا سند ميل ممكن الادمن يبعت ايميل، ممكن اليوزر يبعت ايميل، ممكن ايه؟ ممكن هو بيعمل ريجستر يبعت ايميل، عادي بقى. فاهمني ازاي؟ فدي اسمها منافع عامه، هحط فيها شويه الفانكشنز اللي هي المشهوره، اللي هي في اي حته ممكن استخدمها، مش مرتبطه بصفحه او مش مرتبطه بشكل معين، ماشي ولا ايه؟ محدش بيرد عليا. فاهم الفكره؟ يعني هعمل كلاس عام كده، في شويه حاجات كده ايه؟ قول. بتقول ايه؟ طيب هدوس اد، ادي ايه؟ كلاس اللي اسمه يوتيليتي، كلاس فاضي خالص. ما فيهوش غير يوتيليتي ده كونستراكتور، قلت له مش عايزه. بابليك كلاس اسمه يوتيليتي، وادي فتحته، وادي ايه؟ وادي قفلته، بس بابليك رسم يوتيليتي بس، مش في اي حاجه. هعمل اول ميثود بتكريت بتكريت الايه؟ الكوكي، بتكريت الايه؟ الكوكي، كريت الكوكي.
هقوم عامل ايه؟ اقول له هترجع حاجه مش هترجع حاجه ايه؟ اقول له بابليك، يعني هنادي كاريت كوكي، هيبعت لك مثلا اسم الكوكي والقيم اللي جوه الكوكي، صح؟ وايه تاني؟ خلاص خلاص كده، وانت كريتها له، وانت ايه كريتها له، فمش هترجع حاجه. فويد اسمها كرييت كوكي، اسمها كرييت ايه؟ كوكي. ايه المدخلات؟ اسم الكوكي لازم تبعت لي، الحاجات لازم تبعتها لي، فاهمين يعني ايه مدخلات؟ ما هو كده احنا بنكرر برنامج، افهم فكره الميثود. يعني الميثود يعني بكرر برنامج، البرنامج دوت اسمه كرييت كوكي، مخرجاته ايه؟ مفيش، مش هيخرج حاجه، هو هيكريت الكوكي وشكرا، مش هيرجع لك حاجه، مش حاجه هتطلع، هو كارت كوكي، اقول له كارت كوكي يقول لي خلاص كارت ده وخلاص. اسمه كريت كوكي. طب ايه هي المدخلات؟ ايه اللي لازم ابعته؟ لازم يبعت لي اسم الكوكي، ولازم يبعت لي اسم الكيز، الكي الموجوده عندي والفالوز بتاعتها، صح ولا لا؟ كده هو يعني راح فين الرسمه بتاعتنا اهي، يعني يبعت لي كده اليوزر نيم، الباسورد، مش عارف ايه القيم اللي انت عايز تسجلها، ويبعت لي مين؟ الفالوز بتاعته، يبعت لي الفالوز ايه؟ الفالوز بتاعتها بس، خلاص انا كارتها، انا ايه؟ اكارتها. اعمل دي ازاي؟ يبقى لازم كده اولا يستقبل مني سترينج، السترينج ده عباره عن ايه؟ الكوكي نيم، كوكي ايه؟ كوكي نيم، ده اسم الكوكي، ده اول مدخل. الثانيه عباره عن ايه؟ مصفوفه من اسماء الكيز، صح ولا لا؟ ما هي مصفوفه، يعني ايه مصفوفه؟ يعني مش متغير واحد، لا مجموعه ايه؟ مجموعه متغيرات، اللي هو اليوزر نيم، الباسورد، مش عارف ايه الحاجات دي كلها، خلاص كده؟ يبقى دي ايه؟ مجموعه من الكيز، يبقى دي اول، ثاني واحده، يبقى هقول له ابعت لي سترنج برضو، بس مش سترنج عادي، لا ده مجموعه، صح؟ طالما مجموعه عامل قوسين كده بعديها كده، قوسين مربعين كده، قوسين مربعين دول معناهم ايه؟ مش قيمه، مش متغير واحد، لا دي ايه؟ دي مجموعه، دي ايه؟ دي مجموعه سترنجز، مجموعه سترنجز عباره عن ايه بقى؟ عباره عن الكيز، المفاتيح، خلاص كده؟ طيب كوما ومجموعه ثانيه برضو من السترنجز، اللي هي مين؟ الفاليوز، اللي هي مين؟ الفاليوز، اقول له برضو سترنج ثاني بس ايه؟ بس مجموعه، خلاص دي عباره عن ايه؟ الفاليوز. وقف القوس، لا كمان يبعت لي انت عايزها محدده بوقت ولا مستديمه، صح كده؟ يبعت لي يقول لي محدده بوقت ولا مستديمه وبس. يعني ايه وبس؟ يعني يقول لي محدده ولا مستديمه، يعني يا ترو يا فولس، يا ابيض يا اسود، يعني يا لا، فهمنا الفكرة؟ يعني هو بس يقول لي، لو قال لي محددة بوقت خلاص، لو قال لي مؤقتة يبقى مؤقتة، فهمنا الفكرة؟ فأنا أقول له إيه؟ أقول له اكسبايرد، يعني اكسبايرد منتهية، يعني بتنتهي على طول، بوليان، وده نوعه إيه؟ بوليان، بوليان يعني إيه؟ يا ترو يا إيه؟ اكسبايرد يعني مؤقتة يعني، خلاص؟ اكسبايرد يعني مؤقتة. لو بعتها لي ترو يبقى بقت مؤقته، لو بعتها لي فولس لا يبقى بقى عايزه تفضل موجوده لغايه لما هو يمسحها، عايزه تفضل موجوده لغايه لما هو ايه؟ يبقى محدده بوقت، وادي بدايتها وادي نهايتها. يبقى انا عندي عشان اكريت كوكي لازم ابعت اسم الكوكي، صح؟ وابعت الكيز اللي موجوده عندي اللي هي دي، وابعت الفاليوز القيم اللي هي دي، وبعد كده اقول له هي مؤقته ولا لا، مؤقته ولا ايه؟ ولا لا، خلاص ماشي. واجي هنا اكرت الايه؟ اكرت الكلام ده، اكرت الكوكي. اولا بعرف كوكي، اعرفها ازاي؟ اقول له اتش تي تي بي كوكي، واسميها اي حاجه، لا اي حاجه مش مهم، بتساوي نيو اتش تي تي بي كوكي. ما بين قوسين هنا بقول اسمها، هو قال لك اديني النيم، قال لي اديني مين؟ اسمها، قلت له اسمها هو كوكي نيم، اسمها هو مين؟ والله الراجل بعت الكوكي نيم اي حاجه هعملها بنفس الاسم، يبقى دي كوكي ايه؟ الكوكي نيم. انا متغير دلوقتي بقى، الاول كنت بتثبته، لكن انا بقى جاي من المتغير ده، والله المتغير ده شايل كلمه ايا كانت الكلمه اللي شايلها،
رد بس على التليفون الاول عشان ده جاي دلوقتي. عايز السلام عليكم محمود. يا حود الحمد لله تمام، انت فين؟ اه كويس، انت في البيت لسه بتسألني انا جبت الحاجة ولا لا. طب كويس والله انا ما جبتش الحاجة، ما تجيش. شفت؟ هقول لك تجي لي بعد المعد ونروح نجيب الحاجة من البيت عندي، ماشي؟ انا هخلص مش عارف يا 3 يا 2 مش عارف، حسب تسهيل ربنا. ايه؟ اه كلمني كده على الساعة 2 الا شوية، ماشي؟ اشكرك يا حوت. سلام عليكم. دكتور في واحد بس ما هو اسمه ايه المتغير؟ خلاص يبقى هنقول نفس الاسم. قول. طب هو غير الديب بتاع الجهاز نفسه. غير الديب بتاع الجهاز؟ ده واحد الديب. ماليش دعوة. الكود ده موجود على السيرفر ولا على الكلاينت؟ على السيرفر. يبقى يتنفذ على مين؟ على السيرفر. ماني؟ مش هينفع بقى كده بقى. مش عايز يزن بس. ايوه كويس حاسين بزن. نوعي بس الفيديو عشان المعلومة دي مش عايز تطلع في الكولاج. دي كريت كوكي. في كمان حاجة تاني اللي هي عايز اقرا من الكوكي، عايز اقرا من الايه؟ عايز اقرا من الكوكي. هقول له بابليك. اه بس خد بالك من حاجة، اما اجي اقرا من الكوكي عايز اعرف هو اسم الكوكي. ما انا قلت لك عايز اقرا من الكوكي دي، هتقول لي اسم الكوكي ايه؟ وانت عايز تقرا انه كي؟ انا مثلا كوكي كذا عايز اقرا اليوزر، فيرجع لي كلمه ايه؟ علي. معايا؟ او عايز اقرا الكوكي دي بس عايز اقرا الباسورد، فيقول لي 1 2 3، فاهمين الفكره ولا ايه؟ يبقى لازم يبعت لي اسم الكوكي اللي هو عايز يقرا منها، والكي اللي هو عايز يقرا الفاليو بتاعته، والكي اللي هو عايز يقرا الفاليو ايه؟ مفهوم الفكره؟ اقول له الكوكي اللي اسمها لوجن هات لي اليوزر يقول لي كذا. الكوكي اللي اسمها لوجن هات لي الباسورد اسمه كده. طب افترضنا ما لقاش الكوكي، كانت مسحت، ما كانش فيه الكي ده اسمه غلط، الكوكي اسمها غلط، ايا كان يرجع فاضي. يرجع ايه؟ فاضي. خلاص يبقى يرجع فاضي لو ما عرفش يقرا او ما عرفش يتصرف، اما لو عرف يقرا قيمه يرجع لي قيمه هي. خلاص كده؟ هو الفكره؟ طيب فانا هعمل ايه؟ اقوم جاي هنا بابليك بترجع سترنج، ترجع ايه؟ سترنج اسمها ريد from cookie. read from ايه؟ ده اسم البرنامج. البرنامج ده مخرجاته string نص، اللي هو قيمة الكي اللي هو بيدور عليه، قيمة الكي اللي هو بيدور ايه؟ عليه. خلاص اللي هي الفاليو، اللي هي الايه؟ اللي هي الفاليو. طب ايه اللي هيستقبله؟ قلت له لازم يستقبل الكوكي نيم اللي هو اسم الكوكي، ويستقبل الايه؟ الكي، ويستقبل مين؟ الكي اللي هو بيدور عليه. وطبعا انا عشان اقدر اقرا، انا كسيرفر دلوقتي صح عشان اقدر اقرا يبقى ريكوست ولا ريسبونس، لازم اكون عارف الريكوست، لازم اكون عارف مين الريكوست بتاع الصفحه عشان اقدر اقرا، عشان اقدر ايه؟ عشان اقدر اقرا. فاقول له خلاص يبقى لازم كمان عندي اتش تي تي بي ريكوست اسمه ريك وخلاص، ريك وخلاص اللي هو ريكوست، ريكو خلاص اللي هو مين؟ ريكوست. اتاكد الاول ان الكوكي موجوده، لو كانت موجوده اريد اقرا، هل ينفع اقرا والكوكي مش موجوده اصلا؟ خلاص فاول حاجه اقول له اف ان الريكوست اللي جاي اللي هو سميناه ريك، احنا سميناه ايه؟ ريك. لو الريكوست اللي جاي الكوكيز اللي جواه الكوكي اللي اسمها ها الكوكي اللي اسمها كوكي نيم اللي هي ايا كان اسمها ايه،
اف ان الريكوست اللي جاي الكوكيز، الكوكي اللي اسمها كوكي نيم دي اللي هي اسم الكوكي اللي جه، لو كان لا يساوي نل، لو كان لا يساوي ايه، لانه لو نل معناها ايه، معناها ايه ان الكوكي دي مش موجوده، معناها الكوكي دي ممسوحه، معناها ان الكوكي دي ايه ممسوحه. فبقول له الريكوست اللي جاي الكوكيز اللي عندك كوكي نيم اللي هي موجوده عندي ايا كان اسمها ايه هي، لو كانت لا تساوي نل معناها ان لو كانت الكوكي موجوده هيبدا يعمل ايه، لو كانت الكوكي موجوده ما الاول اتاكد ان هي موجوده عشان ابدا اقرا، عشان ابدا ايه اقرا. تقول لو كانت الكوكي موجوده رجع لي، رجع لي ايه، قلت له خلاص يبقى الريكوست اللي احنا بنقرا منه ده الكوكي، قال لي انا هو كوكي، قلت له ليه حسب الكوكي نيم اللي مبعوت، قال لي مالها، قلت له الفاليو، قال لي ابعت لي الكي بس، قال لي ابعت لي مين الكي، قلت له الكي هو الكي هو ايه، ابعت لي الكي ده. ممكن اقول له دوت تو سترينج عشان احوله لنص، دوت تو سترينج عشان احوله لايه لنص. يبقى الريكوست اللي جاي لي الكوكي اللي موجوده فيه انا عايز الكوكي نيم ديت بالكي دوت وحولها للسترينج ويرجعه لي، ويرجعه لي. خلاص كده فيها مشكله ديت. ممكن اوفر السطر ده مش مهم خالص، اقول له ريتيرن على طول الريكوست دوت كوكيز اللي اسمها كذا اللي الكي كذا. واحد يقول لي طب افترضنا الكوكي مش موجوده هتعمل ايرور، هتعمل ايرور صح؟ اقول له حط تراي ايا كان الخطا اللي هيحصل، حط تراي وادي ايه، وادي كاتش، وادي ايه كاتش، ترو في الكاتش ريتيرن مين، لو حصل اي خطا رجع لي نل. يبقى حاول تنفذ ان انت تقرا تقول له ريكويست دوت كوكيز من الكوكي ديت انا عايز الكي دي، حصل اي خطا رجع لي ايه نل. لذيذه جدا. صعبه الكود بتاعها سطر واحد، بقى سطر واحد على طول، اقرا لي من الكوكي كوكي نيم ديت الكي دي، قدر يقراها يرجعها لك، ما قدرش يقراها يخش في الكاتش هيرتيرن لك ايه نل. دي القراءه صعبه، القراءه فيها مشكله. يبقى انا هقول له ريد فروم كوكي، ابعت له اسم الكوكي والكي وابعت له الريكوست، وهو اوتوماتيك يرد عليا بالايه، هيرد عليا بالقيمه بتاعتها او بنل لو ما لقاش، او بنل لو لقى كوكي ممسوحه والكي مش موجود او ايا كان. خلاص كده. طيب اخر حاجه ان انا امسح الكوكي، اخر حاجه ان انا امسح الايه، امسح الكوكي. السلام عليكم وبركاته، ازيك يا محمد. اخر واحده حذف الكوكي، حذف الكوكي على فكره هو هو الكود ده بالملي بدون اي تغيير الا حاجه واحده بس، بدل ما نضيف خمس سنين لا ننقص خمس سنين بس، مشكله مشكله بجد يعني. لكن انا لو عايز اعمل ريبابليك فويد يعني ريموف، مش هترجع حاجه اسمها ايه، ريموف كوكي، افتح قوس عشان ريموف الكوكي اديني اسمها بس، اديني ايه كوكي ايه نيم. وطبعا عشان امسحها فلازم امسحها بالريسبونس في الرد، وان بعت لك كوكي فاضيه فتتمسح في الريسبونس، فلازم يجي لي مين، الاتش تي تي بي ايه، اتش تي تي بي ريسبونس، الاتش تي تي بي ايه ريسبونس، واسميه ريس او ريس. نعم بتاعت القراءه ايه، اقفلها انا هي. خلاص انا ممكن استغل حاجه بقى، حركه جميله جدا، انا ممكن استغل الكود اللي موجود فوق هنا ده، عايز اتصرف، ما مش معقول اعيده تاني، مش معقول اكتبه تاني، مش معقول اكتبه تاني. طبعا انتوا بالنسبه لكم كوبي وبيست يا عم وخلي سالب تبقى ريحت دماغي، بس ده طبعا، بس ده طبعا غلط، طبعا غلط 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 شنيع. ليه؟ لان ممكن في يوم من الايام اضطر ان انا اغير هنا اي حاجه، اضطر اغير في الاثنين صح؟ مش كده؟ انا بص اقول لك على حاجه بسيطه ممكن تيجي في بالي، ممكن ابعت الاكسبيرت ده نل واعمل هنا اف ان هو نل، ابعتها لي بسالب 5، إلس ان هي فولس اعمل لي كذا، فاهمين الفكره؟ يعني ممكن اقوم جاي هنا ايه، بدل ما اعمل ده كله من اول جديد، او ما قايل له طب ما انا هنادي على كرييت كوكي، قال لي اديني اسم الكوكي، قلت له هي هي الكوكي نيم، طيب قال لي بس اديني الكي، قلت له نل مفيش كيز مفيش مفاتيح، قال لي طب اديني قيم، قلت له برضه نل مفيش قيم، قال لي اديني اكسبايرد، قلت له نل مفيش اكسبايرد. خلاص قال لي اديني الريسبونس، قلت له هو الريسبونس اهو، يعني الريسبونس ده لازم اديه لك مش مشكله، وخلصت كده الكود بتاعها. ايه الايرور فين؟ الكود
الكيز نال، الفاليوز نال، البوليان نال، الريسبونس الريسبونس، صح؟ هو معترض عليه، معترض على المصفوفة. قلت له، قلت له نيو سترينج، نص جديد ومصفوف وفاضي، هيقبل كده؟ مش عارف هيقبل كده ولا لا. لو قبلها هقول لكم يعني ايه نص جديد وفاضي. نص جديد انا حسب اللي موجود، ما فيش حاجه موجوده اساسا. هو كان معترض ان البوليان ياخد ايه؟ ياخد نل، هو عايزه ياخد يا فولس يا ترو بس، عشان ده بوليان. فقال لي بعت له الاسم الكوكي، الفاليوز فاضيه والكيس فاضيه، وبعت له ال فولس او ترو مش فارقه معانا، والايه والريسبونس. انا ممكن اعمل ايه بقى؟ اقول له اف ان الكيز نل والفاليوز نل، لو الكي جاي لك نل يبقى انت عايز تعمل ريموف، يبقى انت عايز تعمل ايه؟ ممكن احس من الحته دي، ممكن احس من الايه؟ فاهمين الفكره ولا مش فاهمين الفكره؟ ولا ايه؟ خلاص يعني الوقت دي كده على بعضيها، دي كده الحته دي اللي هي بيلف على الكيس كلها والفاليوز كلها، ياخدها ويعمل اكسباير. الحته اللي معلم عليها دي كلها بتتم امتى؟ لما يكون في كي وفي فاليوز. لكن لو ما فيش كيز ولا فيش ولا فيش فاليوز، يبقى كده عايز يمسح، يبقى كده عايز ايه؟ يبقى كده عايز يمسح. فانا ممكن اقوم جاي هنا قبل الكود ده كله، قبل الحته دي اللي هو بيدور على الكيس كلها والفاليوز كلها ويبدا ياخدهم ويحدد تاريخ، اقول له لا بس بشرط، اقول له اف ان الكيز مثلا اللي جايه لي لا تساوي ايه؟ لا تساوي نل. لو كانت لا تساوي نل اعمل الكلام ده اللذيذ اللي هو بتاع الكتابه ده العادي، صح كده؟ فاهمين الفكره ولا مش فاهمينها؟ لو كان القيم مبعوثه، القيم اللي هي القيم بتاعه الكوكي اللي هي القيم دي، القيم دي خلاص، لو كانت القيم دي مش نل، لو كانت القيم دي مش نل هيبدا عادي يشتغل، يلف على كل الكي وعلى كل الفاليوز ياخدها ويحدد الديت وزي الفل، صح كده؟ إلس معناها ايه؟ إلس بقى ان الكي جالي نل، مع الناس ولا مش معايا؟ طالما ان الكي جالي نل يبقى انت اكيد بتعمل ريموف، يبقى انت اكيد بتعمل ايه؟ لان الريموف هي اللي هتبعت لي الكي نل والفاليوز نل، صح ولا لا؟ خلاص انا هستشفها من الكي، اقول لو الكي بقى كانت بتسالس يبقى الكي كانت بنل، صح؟ طالما ان الكي بيبقى بنل يبقى انت هتحدد الاكسباير ديت بتاعي، الاكسباير ديت زي ما هو بس هتخليه بسالب كام؟ بس يبقى لو كانت الكي لا تساوي نل هيشتغل عادي اللي هي الطريقه بتاعتنا العاديه. اما لو كانت الكي جايه لي نل يبقى معلش خلي الاكسباير بتاعك بسالب ايه؟ بسالب 5 في القديم، امسح. يبقى كده انا خليت الريموف كوكي بتاعتي، الريموف كوكي دي بتمسح بناء على الكريت كوكي من غير ما نكتب لها اي كود جديد، من غير ما نكتب لها اي كود ايه؟ ظبطنا بس ان احنا اختبرنا، قلنا لو الكي كانت جايه لنا فاضيه، لو كانت مش فاضيه هنشتغل عادي، لو كانت فاضيه يبقى هو مش بيكريت، هو بيريموف. فلو سمحت خلي الاكسباير ديت بتاعي ايه؟ قديم، فامسحه. خلاص كده؟